مئات الآلاف إلى الشوارع في القاهرة. المكان ده طبعا المتحف المصري بيفكرنا بموقعة الجمل، والحكاية بدأت من حوالي 12 الظهر، بدأت المواجهات ما بيننا وبين مؤيد الرئيس السابق، وطبعا بدأنا نستخدم عربيات الجيش، وبدأنا نستخدم الحديد اللي هو كان مكسر في المشروع اللي قدامنا ده، وبدأنا نعمل دروع واقية من الهجمات اللي هي بتيجي من البلطجية او من مؤيد الرئيس السابق. كمان هنا عندنا في العمارات اللي هي قصاد المتحف بدأت مجموعات تطلع من البلطجية، وبدأت تحدف علينا طوب بكثافة وملوتوف، وبدأت تعمل معانا إصابات جامدة جدا. بدأنا نواجه المجموعات دي يعني بعد شوية من 12 الظهر، بدأنا لغاية الساعة 2 الظهر واحنا نواجه المجموعات، يعني نواجه اللي هم مؤيدين للرئيس السابق، بدأنا نخرج فيهم بره الميدان لغاية ما وصلناهم لغاية الكوبري اللي هو كوبري اكتوبر، وبعد كده بدأنا نتفرغ للمجموعات اللي هي فوق العمارات المواجهة للمتحف المصري. بدأنا نطلع ناس، بس قلنا قبل ما نطلع ناس لازم نعمل كلمة سر ما بيننا، وهي كانت كلمة سر أحرار، علشان نعرف مين اللي كان معانا ومين اللي فوق اللي كان بيضربنا. وفعلا بدأنا نطلع مجموعات بمعدل 3 لـ1، يعني لو فوق مثلا حوالي 30 واحد طلعنا لهم حوالي 100 واحد علشان يجيبوهم من فوق. وفعلا بدأنا نجيبهم، وبدأنا نشوف كارنيهات وبطاقة الناس دي وبطاقات الهوية اللي هي بتاعت الناس دي، ولقيناهم معظمهم من البلطجية، ومعظمهم من أمناء الشرطة، ومعظمهم عساكر جيش، عساكر شرطة وأمناء شرطة. كمان الموقع ده بيفكرني بأول إصابة ليا، وهي برضو قصاد المتحف المصري. كان في الأول كان الهجوم علينا بكثافة بالطوب، وإحنا طبعا ما كانش معانا ولا طوب ولا أي حاجة، وكنت واقف فوق عربية من عربيات الجيش اللي هي استخدمناها كدروع واقية، وأول إصابة جات لي في دراعي، الطوبة جت في دراعي، وبعد كده رحت واقع عليه فحصل له كسر. اتعالجت في المستشفى الميداني اللي هي ورا عند المترو، اللي كانت في الصينية عند المترو، ورجعت تاني برضو علشان ادافع، عشان كان عددنا قليل، وكان المفروض في هجمة شرسة علينا، كان في هجمة شرسة علينا من البلطجية. الناس طبعا كانت بتستخدم الطوب وكانت بتضرب على الحديد علشان تنبهنا بان في هجمات جاية علينا، وان في ناس جاية، وان في هجوم شرس جاي علينا. كان ده بيفكرني بالإصابة التانية ليا، ودي كانت على حوالي الساعة 9 بالليل، وكان الهجوم بدأ يبقى كتير، وعدد الإصابات فينا كان كتير جدا، لدرجة إن الواحد كان بيبقى عنده إصابة واثنين وثلاثة وبرضه بيكمل في الميدان. بدأنا نقسم نفسنا مجموعات، المجموعة الأولى كانت بتكسر الطوب من تحت المتحف، بتكسر الطوب، والمجموعة التانية كانت بتكسر الطوب لحتت وتنقله لمكان اللي احنا ما بنضرب، والمجموعة التالتة كانت بتضرب الطوب، ودي كانت الإصابة التالتة. واحنا كنا عاملين زي نظام كراتين او حاطين التيشيرتات بتاعنا فوق دماغنا على اساس ان احنا نحمي دماغنا من الطوب اللي جايه، لكن الطوب اخترقت التيشيرت اللي انا حاطه كنت رابطه فوق دماغي، اخترقت كده، واخدت فيها حوالي 8 او 9 غرز، لان هي كانت جايه من مكان مرتفع اللي هو مكان العمارات اللي فوق ده. لكن في النهايه الحمد لله قدرنا كده على الساعه حوالي 2 بالليل كده ان احنا نخرج كل البلطجيه من الميدان، وعرفنا ان احنا نامن الميدان ونحط مجموعات على 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 مسافات بعيده من الميدان. وكان في اشارات التنبيه اللي هي الطوب، وكان في اللي هي الطوب الضرب بالطوب على الحديد علشان تنبهنا ان في مجموعات من البلطجيه جايه. دفع مئات الالاف الى الشوارع في القاهره.